وكالعادة كل ما أحس إن أنا مش طبيعية أروح أترمي في حضن طنط رجاء وأنكل سلام. أهلا يا أنوش. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. هو أنكل سمير موجود؟ آه طبعاً يا حبيبتي في العيادة، بس معاه زبونة زمان مخلص. أوكي، زي ما قلت لك أنت المرة دي أحسن بكتير من الأول ما شاء الله. بس هو الكريم اللي بقول لك عليه ده ثلاث مرات في اليوم، مرة الصبح ومرة بعد. حاول يا دكتور. حاضر، هدي اللعب شوية. حاضر يا دكتور. أوكي، اتفضلي. بلا وصلك للأسانسير، لأن ساعات البواب ما بيطلعش الأسانسير. إيه يا طنط المناظر دي؟ شكلها فايزة لما تبقى عايزة. حبيبتي دي كوك الرقاصة، زبونة قديمة قوي عند سمورتي. فرحانة قوي؟ يعني إيه؟ شكلها زبونة فعلا، وإنتي ما بتغيريش كده خالص؟ أغير من إيه؟ أنا واثقة من نفسي وعارفة كويس قوي سمورتي، شايفني إزاي؟ يعني مش شايفك أم أشرف؟ مين أشرف؟ لا ولا حاجة. ما هاي أنجي. هاي أنجي. إيه بتاكلي ودان طنط رجاء ولا إيه؟ أبدا يا أنكل، كنت بوصيها عليك. بتوصيها عليا. أوكي، ربنا يستر. إيه؟ ها، ماذا ورائك يا خزاعة؟ والله يا خزاعة حاسة إنها مش طبيعية خالص يا أنكل. ده مش جديد أبدا. ما انت لو رجعتي طبيعيه انا هحس ان انا احسن دكتور نسا في العالم. اخس عليك يا انكل، ما انا قلت لك قبل كده ماليش غيرك انت وطنط رجاء اشتكي له. اشتكي يا نور عيني، اشتكي يا حبيبتي. قولي بقى علي عمل فيك ايه؟ لا هو مش علي المره دي. امال مين؟ انا المشكله فيا انا. انت؟ ايوه، اصل انا كنت بكتب مقاله عن الناس وازاي بيحكموا على بعض من لبسهم ومن مظهرهم الخارجي، لقيت نفسي ان انا بعمل كده، يعني بقيت مركزه قوي في اللبس. وماله يا حبيبتي؟ الله، مش عيب ابدا انك انت تهتمي بالفاشن. فاشن ايه بس يا طنط؟ فاشن ايه؟ بقول لك المظهر الخارجي، يعني بقيت احكم على الناس من لبسهم. يعني مثلا كوكي دي وهي هل علينا بصيت على لبسها وكده وقلت استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم انها يعني سامحني يا رب. لا 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 يا انجي، معلش انا الدكتور بتاعها بقى، كشفت عليها كشف محترم وشفت كل التضاريس ما شاء الله عليها، ما فيهاش غلطة البنت. لا 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 معلش. ايه كوكي؟ ايه التضاريس وكوكي؟ شفتهم فين دول؟ الله. طب سيبك من كوكي دلوقتي وقول لي أنكل، يعني بعد السنين الطويلة جواز انت وطنط رجاء لسه بتغير عليها؟ قصدي جوجو؟ طبعا هي تقول لك بقى. طبعا طبعا سمرت بيغلى عليا من الهوا الطاير. هو بقالنا فتره مش عارف الهوا ما جاش، بيطير في حته تانية. يعني عمرك ما شفتها ام اشرف؟ لا قصدي يعني طنط رجاء على طول مهتمه بنفسها وشيك وقمر، يعني عمرك ما شفتها كده انها ام الولاد وعادي وخلاص؟ بصي بقى انا اللي هرد لك. انت شوفي يا حبيبتي، المسألة مش متعلقة أبدا باللبس ولا بالشياكة، المهم إنك أنت تبقي واثقة من نفسك، ساعتها هتحسي إنك أنت أجمل واحدة في الدنيا في عينين جوزك. إلا بقى إذا أهملتي في نفسك وبقيتي أم أشرف، فالناس اللي حواليكي هيشوفوكي فعلا أم أشرف. أنجي يا حبيبتي، في ناس بيبقى ما عندهمش ثقة عشان اللبس، يشوفوا ناس تانيين لابسين احسن منهم فيغيروا من... سيبك من اللبس، عندك غاندي يروح قلبي وكان لابس حاجه، لابس كلسون ومقطع، مفيش. ده حتى المعزه جنبيه عريانه وهي بتحلم، انما كان زعيم، كان استاذ. عندك كوكي مثلا المريضه بتاعتي، انا كدكتور مضطر اكشف عليها، يروح اشوف اسباب العله ايه. فهي قلعه ملت بلبوس، او ماي جاد، فانتاستيك، مفيش غلطة. فمش مسألة لبس يا ناس، لا لا لا، مسألة ثقة. ولا ايه يا جوجس؟ انت خليت فيها ايه وانت بتكشف عليهم هم بلابيس؟ طب اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه عشان ارجع ثقتي في نفسي ما اشوفش نفسي ام اشرف؟ كلام طنط رجاء وانكل سمير اثر فيا قوي، وحسيت إن أنا لازم أثق في نفسي أكتر من كده، وقررت إني ما قيمش حد
ولا خلي حد يقيمني، وكمان قررت إني ما اهتمش برأي علي في فستاني الجديد، ولا جرب إني أشوف إذا كان لسه بيغير عليا ولا لأ، ولا إذا كان شايفني أم أشرف خالص. على فكرة علي حبيبي، لولو، إيه رأيك في فستاني الجديد ده؟ لطيف. يعني أروح بيه الشغل بكرة؟ روحي. بس أنا حاسة إن هو محتاج يطول شوية. خلاص طولي، بس هو قصير كده أحلى. خلاص سيبي. طيب الديكولتي متهيألي مفتوح شوية. خلاص دقي، بس هو أحلى وموديله كده. خلاص افتحي. طيب الترتر، ها الترتر اللي على الوسط كتير شوية مش كده؟ خلاص اقفلي. هو ايه ده اللي اقفله؟ بقك يا حبيبتي، بقك يا انجي. خلاص اقفلي، اعملي في اللي انت عايزاه. خلاص خليني اركز بقى. يا سلام، ما تركز مع مراتك شوية يا علي، مش كده؟ ايه مش قلقان؟ مش قلقان انزل الشارع كده؟ لا مش قلقان، كل الستات بتخرج كده عادي. ايوه يا علي، الستات كلها ما يخصكش، انما انا خصك انت يا علي. ها مش انت كنت بتقولي كده زمان؟ انت ما بقتش تغير عليا ولا ايه يا علي؟ افتكر افتكر كنت بتقولي ايه. ده الترتر اللي على البادي بتاعك ده يتحط على بدلة رقاصة مش على لمسة واحدة محترمة. قلتلك 100 مرة أنا ما بحبش الاسترتش ده، بيبان كل تفاصيلك. يا سلام، اشمعنى يعني الاسترتش ده؟ ما ده اللي كانت كاميليا لابسة زيه وما قلتلهاش عليه أي حاجة، بالعكس ده أنت قعدت تمدح فيها وفي شياكتها. أولا كاميليا ما تخصنيش، أنت خطيبتي وأنا بغير عليك. ثانيا كاميليا كانت لابسة تيشيرت فوق الاسترتش. تيشيرت يا هانم مش بادي. يوه يا دي الذكريات، يا دي الذكريات يا حبيبتي. دول شويتين بيعملهم اي واحد على خطيبته اول ما بيتخطبوا، او على مراته اول ما بيتجوزوا، وخلصنا. احنا كبرنا على الحاجات دي خلاص يا انجي. يعني ايه خلاص؟ يعني انت ما بقتش تغير عليا؟ مش مساله غيره يا حبيبتي، انت دلوقتي ست متجوزه، باين عليكي قوي انك ست متجوزه. اي حد هيشوفك في الشارع هيعرف انك ست متجوزه. يعني هيسيبوا البلاوي اللي في الشارع دول ويعكسوكي ليه يعني؟ يا سلام، يعني ايه الست المتجوزه دي؟ ايه جربه ما حدش يبص لها؟ مش النظريه. طب انا راضي ذمتك، من يوم ما اتجوزنا في مره حد عكسك؟ بلاش دي، حد بصلك ولو حتى بالغلط؟ بالغلط بس مش هي دي النظريه. لا هي دي النظريه. بصي يا انجي، الست قبل ما تتجوز بتبقى عامله زي التلفزيون الملون اللي معروض في محل أجهزة منزلية لزوم الإبهار والصورة. أول ما بتتجوز بيتقفل، أهو بيفضل تلفزيون بس مطفي. هقعد أتفرج على إيه أنا بقى؟ يعني أنا تلفزيون مطفي علي؟ ما بتشوفش فيا أي حاجة؟ لا يا حبيبتي، بشوف من وقت للتاني. يعني مثلا لما أحب أشوف فيلم عربي قديم، مسلسل كئيب، وأقفل تاني بعد كده. طب ايه رايك بقى يا علي، انا هقطع عليك الارسال خالص. لا هتشوف فيلم عربي قديم ولا مسلسل كئيب، مش هتشوف غير عالم الحيوان. هاو يلا. الطف يا لطيف.